بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أجمل الترحيب في المحاضرة الرابعة من محاضرات القانون التجاري لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في المرة الماضية بدأنا نتحدث في الأعمال التجارية وانتهينا منها، تحدثنا في تمييز العمل التجاري عن غيره وأنواع وأقسام الأعمال التجارية. في هذه المحاضرة نريد أن نتحدث عن التاجر، لأنه كما تعلمون عندما تحدثنا عن تطبيق القانون التجاري قلنا أن القانون التجاري يطبق مرة على التجار ويطبق مرة على التاجر، يطبق مرة على التاجر ويطبق مرة على الأعمال التجارية. فيما يتعلق في الأعمال التجارية انتهينا منها في المحاضرة الماضية، نريد أن نبدأ اليوم في الحديث عن التاجر. التاجر قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخص اعتباري. التاجر قد يكون شخص طبيعي يعني إنسان يمارس التجارة، وقد يكون شخص اعتباري. شخص اعتباري يعني شركة تمارس التجارة. الشركة إذا أرادت أن تمارس التجارة فهي تكتسب صفة التاجر إذا كان غرضها تجاري، إذا كان موضوعها تجاري، وسوف نتحدث عن الشركات تفصيلا عندما ننتهي من الحديث عن التاجر. أما التاجر الشخص الطبيعي اللي يكتسب صفة التاجر فهو حسب ما عرفه النظام، نظام المحكمة التجارية عرف التاجر وقال عنه هو كل من اشتغل بالتجارة واتخذها مهنة له، كل من اشتغل بالتجارة واتخذها مهنة له. من هذا التعريف يمكن أن نستخلص شروط اكتساب صفة التاجر، شروط اكتساب صفة التاجر، يعني أنا كشخص طبيعي إذا أردت أن أكتسب صفة التاجر ما علي إلا أن أشتغل بالتجارة وأتخذها مهنة لي. من هذا التعريف يتضح لنا أنه الشخص حتى يكتسب صفة التاجر لابد أن تتوافر فيه 4 شروط. الشرط الأول مباشرة الأعمال التجارية، والشرط الثاني احتراف ممارسة أو مباشرة الأعمال التجارية، الشرط الثالث اللي هو الاستقلال في ممارسة العمل التجاري أو أن يمارسها مثلا باسمه ولحسابه، والشرط الأخير اللي هو الأهلية التجارية. الأهلية التجارية. نأتي لبحث هذه الشروط واحدا تلو الآخر حتى نتعرف على الشروط الواجبة على الشخص الذي يريد أن يكتسب صفة التاجر. أول هذه الشروط مباشرة الأعمال التجارية. حتى الشخص يكتسب صفة التاجر لابد أن يباشر، يعني يقوم، يعني يمارس العمل التجاري. فيختار لنا عمل من الأعمال التجارية التي سبق أن تحدثنا عنها ويبدأ بممارسة أو مباشرة هذا العمل التجاري، يصبح يمارس العمل السمسرة، يمارس أعمال الشراء بهدف إعادة البيع بقصد تحقيق الربح، يعني يتصرف بأي، يعني يقوم بأي عمل من الأعمال التجارية، فيباشر أي عمل يختار، لأن هذه الأعمال هي التي تكسب صفة التاجر. والكلام هنا على الأعمال التجارية بطبيعتها. في المرات الماضية لما قسمنا الأعمال التجارية قلنا الأعمال التجارية نوعين، أعمال تجارية بطبيعتها وأعمال تجارية بالتبعية، وفي أعمال مختلطة. الذي نريده من الشخص حتى يكتسب صفة التاجر أن يبحث له عن عمل من الأعمال التجارية بطبيعتها، سواء كانت منفردة أو على وجه المقاولة. طبعا ولا يهم عدد الأعمال التي يمارسها، احنا نريد منه على الأقل عمل واحد، أن يتخذه مهنة له، أن يتخذه مهنة. النظام قال اشتغل بالتجارة واتخذها مهنة، فيجب أن يشتغل يعمل في هذه الأعمال التجارية ويجب أن يتخذها مهنة. إيش يعني يتخذها مهنة؟ يعني يحترف القيام بهذا العمل التجاري، يحترف القيام بالعمل التجاري. إيش معنى الاحتراف؟ الاحتراف معناه أنه يقطع جزء مهم من وقته لممارسة العمل التجاري، وأن يشكل الرزق أو الدخل المتأتي من هذا العمل التجاري جزء مهم من مصادر الدخل لهذا الشخص. فالاحتراف يستلزم توافر يعني نقطتين، النقطة الأولى
أنه يشكل ممارسة العمل التجاري جزء مهم من أوقات في يوم في الشخص عند الشخص عند ممارسته لهذا العمل. يعني يعرف أنه في اليوم من أعماله التي يجب أن ينجزها ممارسة هذا العمل التجاري. طبعا لا يهم يمارسه ساعة ساعتين 5 10، مش مهم. المهم في برنامجه اليومي أن هناك جزء من هذا البرنامج اليومي لممارسة العمل التجاري. أيضا لابد أن يكون الهدف من ممارسة العمل التجاري اللي هو الارتزاق، اللي هو تحصيل الرزق من هذا العمل التجاري. فيجب أن يكون الرزق المتأتي أو الدخل المتأتي من ممارسة العمل التجاري يجب أن يكون من مصادر الدخل المهمة لهذا الشخص، لأنه الشخص الذي لا يمارس العمل التجاري بقصد الاحتراف، يعني لا يمارس العمل التجاري ولا يتخذه مهنة له، ولا يعني يمارس بانتظام، ولا ينتظر الدخل الذي يتأتى منه، هذا بسموه شخص معتاد على العمل التجاري. هذا الاعتياد لا يكسبه صفة التاجر. صح عمله الذي يقوم به عمل تجاري، لكن ممارسة العمل بهذه الطريقة لا يكسب صفة التاجر. ما يكسب صفة التاجر اللي هو أن يحترف، يعني أنه يمارس العمل بصورة منتظمة، وأن يأخذه مهنة، أن يعني يرتزق من ممارسة هذا العمل التجاري. طبعا النظام لم يحدد لا حد أدنى ولا حد أعلى لرأس المال الذي يكتسب من خلاله الشخص، أو الذي يجب أن يخصص الشخص لمشروعه التجاري حتى يكتسب صفة التاجر. فلا يهم رأس المال، لأن بعض المهن قد يمارسها الشخص ويكتسب من خلالها صفة التاجر، وقد لا يكون فيها رأس مال كبير، أو قد لا يكون فيها رأس مال أصلاً، مثل عملية السمسرة مثلاً. النقطة الأخرى من شروط، يعني طب كيف أثبت على التاجر أنه يمارس العمل التجاري؟ كيف أثبت على التاجر أنه يحترف في العمل التجاري؟ أثبت على التاجر هذه المسألة من خلال أثبت هذه المسألة من خلال الوقائع، مثل فواتير، مثل إقرار من التاجر نفسه، مثل شهادة من السجل التجاري تثبت تسجيل التاجر في السجل التجاري. يجب أيضا أن التاجر يمارس العمل التجاري لحسابه، يعني أن لا يكون في ممارسته للعمل التجاري ممثل لأحد أو يعمل عند أحد. العمل التجاري هناك نتيجة لممارسته اللي هي تحصيل الربح أو الخسارة، فهناك مخاطرة ناتجة أو ناجمة عن ممارسة العمل التجاري أو احتراف العمل التجاري، وهي الأرباح والخسائر. معنى أن التاجر يمارس العمل التجاري لحسابه، معنى هذا أن التاجر يكون مستعد لتحمل أي أرباح أو خسائر تنشأ عن ممارسة العمل التجاري بأمواله الخاصة. يعني إذا كان في ربح يأخذه، وإذا كان في خسارة يتحملها هو في ماله الخاص. طبعا هذا التحديد يقودنا إلى إخراج كل من يمارس التجارة لحساب غيره من اكتساب صفة التاجر. فمثلا مدير الشركة، الوكيل عن غيره، هؤلاء لا يكتسبون صفة التاجر. لماذا؟ لأن الأرباح والخسائر المخاطرة الناجمة عن ممارسة العمل التجاري لا يتحملوها بأموالهم الخاصة، إنما يتحملها غيرهم. الشرط الرابع من شروط اكتساب صفة التاجر اللي هو الأهلية، اللي هو شرط يعرف بشرط الأهلية. إيش يعني شرط الأهلية؟ يعني الصلاحية، تحدثنا فيها في الجزء الخاص بنظرية الحق. قلنا أن الأهلية تعني الصلاحية، تعني الصلاحية، وأن الشرع والنظام قسموا الأهلية إلى قسمين: أهلية أداء وأهلية وجوب. أهلية الأداء هي قدرة الشخص على التصرف في حقوقه بأن يكون محلا للإلزام والالتزام، يعني ممكن أن يلزم غيره وممكن هو أن يلتزم في مواجهة غيره. أما أهلية الوجوب فهي ملازمة لصفة الإنسان، فهي تكون للشخص الذي يولد حيا بغض النظر عن أي اعتبار آخر.
وأهلية الوجوب مرتبطة ومقترنة بالصفة الإنسانية، ولا علاقة لها ولا ترتبط لا ببلوغ سن ولا بأي اعتبار آخر. كلامنا هنا عن أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب. فالشخص الذي يريد أن يكتسب صفة التاجر لابد أن يكون اكتملت أهلية الأداء لديه، اكتملت أهلية الأداء لديه. إيش يعني اكتملت أهلية الأداء لديه؟ يعني أن بلغ سن الرشد، وأن لا يكون مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية، لأنه كما تعلمون التصرفات التجارية هي من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر. فطالما أنها دائرة بين النفع والضرر، فيفترض أنه من يتصرف فيها أن يكون من أهل التصرف. طبعا لا يهم، لم يفرق النظام السعودي أيضا في الأهلية بين الشخص المواطن وبين الأجنبي، لم يفرق النظام السعودي بين الرجل والمرأة، فحتى المرأة إذا كانت بالغة سن الرشد فتعتبر يعني لها أهلية كاملة لممارسة الأعمال التجارية. الشخص اللي غير بالغ سن الرشد هل يستطيع ممارسة التجارة؟ لا يستطيع ممارسة التجارة، لأنه لازم يكون عمره 18. في حالة تحدث عنها الفقهاء، وهي حالة الصغير المميز المأذون بممارسة مهنة التجارة. فإذا أردنا لشخص أن يمارس التجارة قبل أن يبلغ سن 18، ممكن نعطيه إذن، وليه أو وصيه يعطيه إذن، ويقترن هذا الإذن بترخيص من المحكمة ويمارس التجارة على سبيل الاستثناء والتجربة. هذه الشروط من توافرت به يعتبر أنه قد اكتسب صفة التاجر، يعتبر أنه قد اكتسب صفة التاجر. إذا الشخص اكتسب صفة التاجر، تصبح عليه مجموعة من الواجبات، تصبح على التاجر مجموعة من الواجبات. من واجبات التاجر الذي يكتسب صفة التاجر، اللي هو كما هو ظاهر أمامكم، اللي هو الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، الالتزام بالقيد في السجل التجاري، الالتزام بالامتناع عن المنافسة، يعني بجوز مكتوب غلط، الالتزام بالمنافسة غير المشروعة، لا، هو الالتزام بعدم أو الالتزام بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة، وأخيرا خضوعه لنظام الإفلاس، خضوعه لنظام الإفلاس. طبعا قبل ذلك كله لابد للتاجر أن يتحلى يعني بآداب المهنة، ويتحلى بالأخلاق الإسلامية في ممارسته للعمل التجاري، لأنه كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد التاجر الصادق الأمين بأن يحشر مع الأنبياء والصديقين. فالتاجر الأصل أنه يتحلى بمكارم الأخلاق. أيضا إذا في كان لائحة سلوكيات وآداب لممارسة مهنة معينة هو يمتهنها أو يتخذها مهنة له، يجب أن يراعي شروط وآداب وسلوك هذه المهنة. طيب، الالتزام الأول اللي ظاهر أمامكم، اللي هو الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، الالتزام بمسك الدفاتر التجارية. إيش المقصود بالالتزام بمسك الدفاتر التجارية؟ يعني كل تاجر لابد أن يكون عنده دفاتر يسجل فيها عملياته التجارية، ليتمكن من الوقوف على حقيقة مركزه المالي. يعني مسك الدفاتر التجارية كما أنه واجب على التاجر، أيضا فإن هذا الواجب يحقق للتاجر منفعة، يعني ليس هو التزام مجرد، إنما هو التزام يحقق منفعة للتاجر. من المنافع التي يحققها للتاجر مسكه للدفاتر التجارية، أولا الوقوف على حقيقة مركزه المالي، لأنه لما التاجر يسجل كل عملياته التجارية في دفاتره التجارية، في قيوده، في حساباته، من خلال مراجعة هذه القيود والحسابات يظهر له حقيقة مركزه المالي الذي يمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بتجارته. أيضا التاجر الذي يمسك دفاتر تجارية، يعني حسب ما نص عليه النظام، وتكون منتظمة. يعني إيش منتظمة؟ يعني منظمة وفقا لأحكام النظام، فقد يستفيد من الامتيازات اللي قد تمنحها بعض المصالح، مثل مصلحة الضريبة مثلا، بيبني جسور ثقة بينه وبين المصالح الحكومية، فبيعتمدوا يعني دفتره التجاري تبعا لذلك. أيضا وجود الدفاتر التجارية قد تساعد التاجر في قضية الإثبات في المحاكم، قد تساعد التاجر في الإثبات في المحاكم.
من الذي يلزم بمسك الدفاتر التجارية؟ كل تاجر زاد رأس ماله عن 100,000 ريال هو نظاماً ملزم بأن يمسك دفاتر تجارية. كل تاجر زاد رأس ماله عن 100,000 ريال هو ملزم بأن يمسك الدفاتر التجارية. ولا فرق في مسك الدفاتر التجارية بين التاجر الأمي أو التاجر، يعني التاجر الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو التاجر الذي يعرف القراءة والكتابة. يعني القراءة والكتابة ليست شرطاً لمسك الدفاتر التجارية، إذ أن التاجر الذي لا يعرف القراءة والكتابة فيمكن أن يستأجر له شخصاً يعرف القراءة والكتابة ويسجل له في دفاتره. طيب، هؤلاء الأشخاص الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية، طب ما هي الدفاتر التجارية التي يجب على التاجر أن يمسكها؟ حقيقة النظام نص على نوعين من الدفاتر، دفاتر إجبارية ودفاتر اختيارية، ومعهم شيء يعرف بصور الرسائل. الدفاتر الإجبارية هي الدفاتر التي يتوجب على كل تاجر أن يمسكها، يعني هي مطلوبة من كل تاجر. فلو سألنا سؤال ما هي الدفاتر التي على التاجر أن يمسكها، نقول النظام ألزم التاجر بأن يمسك دفاتر يستطيع معها بيان مركزه المالي بدقة. وعلى وجه الخصوص يجب أن يكون عند كل تاجر دفتر يومية ودفتر جرد ودفتر الأستاذ العام. بالإضافة إلى هذه الدفاتر لابد أن يكون عند التاجر صور لمراسلاته التجارية، مراسلاته التجارية التي يجريها مع المتعاملين معه يجب أن يحتفظ منها بصور في سجل يسمى سجل المراسلات التجارية. بالإضافة إلى هذه الدفاتر التجارية الإجبارية وهي الحد الأدنى الملزم التاجر بمسكه، النظام قال أنه على كل تاجر أن يمسك دفاتر تبين حقيقة مركزه المالي. يعني ما يأتيني تاجر ويقول أنا مسكت هذه الدفاتر خلاص، نقول له لا، أنت طبيعة تجارتك إيش؟ فإذا كانت طبيعة تجارته تستلزم مسك دفاتر إضافية غير هذه الثلاثة فيعد ملزما بمسك هذه الدفاتر التجارية. طب ما الذي يقيد في هذه الدفاتر التجارية؟ يقيد في الدفاتر التجارية مثلا دفتر اليومية الأصلي يسجل فيه جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر بحسب وقت وساعة وقوعها. بالإضافة إلى ذلك يسجل في هذه الدفاتر التجارية مصروفات التاجر التجارية، وهذه تسجل مرة واحدة في الشهر. أما العمليات التجارية فتسجل بتسلسلها وبحسب تاريخ وقوعها. النوع الثاني من أنواع الدفاتر التجارية الذي ألزم النظام كل تاجر بأن يمسكه هي دفتر بسموه دفتر الجرد والميزانية، دفتر الجرد والميزانية. والمقصود في دفتر الجرد والميزانية جرد بضاعة التاجر الموجودة في مخازنه مرة كل سنة حتى يستطيع أنه يعرف ما هو مخزونه من البضائع ويتصرف في تجارته على هذا الأساس. دفتر اليومي، دفتر الجرد والميزانية بالإضافة إلى موجودات التاجر في مخازنه يسجل في نفس الدفتر، وإلى جانب هذه المعلومة يسجل الميزانية السنوية للتاجر، الميزانية السنوية للتاجر في هذا الدفتر. الدفتر التجاري الإجباري الثالث دفتر اسمه دفتر الأستاذ العام، دفتر الأستاذ العام. هذا دفتر الأستاذ أو دفتر الأستاذ العام، يعني في ناس تسميه دفتر الأستاذ العام، ناس تسميه دفتر الأستاذ. دفتر الأستاذ العام هذا الدفتر هو يسجل فيه العمليات ذات الطبيعة الواحدة. يعني إحنا سجلنا في دفتر اليومية عمليات تجارية بحسب يعني تاريخ وقوعها، سجلنا في الدفتر التجاري العمليات التجارية بحسب تاريخ وقوعها، يعني إيش الصبح إيش الظهر إيش المساء وهكذا. دفتر الأستاذ نأتي والعمليات اللي سجلناها بصورة متسلسلة ننقلها إلى دفتر الأستاذ، نقلنا لها لدفتر الأستاذ يعني تسجيل
المعاملات التجارية ذات الطبيعة الواحدة في صفحة واحدة. ففي دفتر الأستاذ يفتح صفحة لكل حساب، وكل ما سجل عن هذا الحساب في دفتر اليومية ترحل إلى هذه الصفحة. ما في مشكلة يا رامي، مرحبا بك. هذا ما يتعلق بأنواع الدفاتر التجارية الإجبارية. بالإضافة إلى ذلك قلنا أنه في دفتر اسمه أو سجل اسمه صور الرسائل، التاجر يحتفظ فيه بمراسلاته التجارية. بالإضافة إلى هذه الدفاتر التجارية الإجبارية، هناك دفاتر تجارية أخرى، دفاتر بسموها دفاتر اختيارية، يعني ليس واجب على التاجر أن يمسكها، إنما يمسكها كل شخص يمسك منها الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته. مثل إيش دفاتر تجارية اختيارية؟ مثل دفتر اليومية المساعد، يعني بدل ما يسجل مباشرة في دفتر اليومية الأصلي بيسجل في دفتر يومية مساعد، ثم يرحل ما سجله في دفتر اليومية المساعد إلى دفتر اليومية الأصلي. في عندنا دفتر، مثلا دفتر الخزانة اللي هو الصندوق، حركة النقود الداخلة والخارجة عند هذا التاجر. كل هذه دفاتر، يعني في غيرها أكثر منها كثير، لكن نقول أنه ليس كل تاجر ملزم بكل هذه الأنواع من الدفاتر التجارية. كل تاجر بحد أدنى ملزم بالثلاثة اللي تحدثنا فيهم، اللي هي دفتر اليومية ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ، هو ملزم بهذه الدفاتر الثلاثة. ما زاد عن ذلك يلزم منه بما تستلزم طبيعة تجارته. طيب، الانتظام الدفاتر التجارية، أو قبل الانتظام، اللي هو مخالفة نظام أو أحكام نظام الدفاتر التجارية. يعني ذهبنا عند تاجر وجدنا أنه ما عنده دفاتر أصلاً، أو وجدنا أنه دفاتره ليست بالحد، يعني عنده دفتر يومية بس ما عنده دفتر أستاذ، فهو مخل بالتزامه المفروض عليه بموجب النظام. هذا إيش نعمل له؟ هذا يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 50000 ريال. فاللي عنده مشكلة بالدفاتر، إذا جاء مفتشين من وزارة التجارة، فهؤلاء المفتشون بفتشوا على هذه الدفاتر، إذا وجدوها خلاص انتهينا، ما وجدوها يعني لم يجدوها عند التاجر، فيحرروا محضرا بذلك عشان يأخذ مخالفة أو غرامة قيمتها، حدها الأدنى 5000 وحدها الأعلى 50000 ريال. بقي عندنا نقطة في الدفاتر التجارية، وهي مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية. يعني التاجر إذا عنده دفاتر تجارية، كم هي المدة التي يتوجب عليه أن يحفظ الدفاتر التجارية فيها عنده؟ يعني لكم سنة يبقى محتفظ فيها؟ النظام قال أن التاجر يجب أن يمسك الدفاتر التجارية لمدة 10 سنوات. من متى؟ من تاريخ إغلاق أو إقفال. الدفتر التجاري، أو من تاريخ اعتزال التجارة إذا كان اعتزل التجارة ودفاتره لا زالت يعني مفتوحة. فكل من يخل بواجباته المفروضة عليه بموجب نظام الدفاتر التجارية يعرض نفسه لغرامة من 5000 ل50000 ريال. طبعا في كلام على قضية استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات، يعني أنه أنا تاجر أردت أني أرفع دعوى وما عندي أي بينات أو إثباتات إلا دفاتري التجارية، فهل يقبلها القاضي كدفاتر تجارية؟ نقول لا يقبلها كبينة مستقلة، كبينة يعني لوحدها. لماذا؟ لأن هذه الدفاتر التجارية التسجيل فيها والكتابة فيها هي من صنع الخصم، فبالتالي لا يجوز للخصم أن يصنع دليلا لنفسه، نحتاج دليل ليس هو الذي صنعه. فلا تقبل الدفاتر التجارية في الإثبات كوسيلة إثبات قاطعة، إنما يمكن القاضي أن يأخذ بما ورد بهذه الدفاتر التجارية على سبيل الاستدلال، على سبيل الاستدلال. الالتزام الثاني من التزامات التاجر، اللي هو الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري. طبعا احنا ما حطينا السجل التجاري من شروط اكتساب صفة التاجر، لأنه بحسب النظام السعودي فإن التسجيل في السجل التجاري هو واجب على التاجر وليس من شروط اكتساب صفة التاجر.
السجل التجاري هو سجل تمسكه وزارة التجارة في مديرية أو في جهة أو في قسم في وزارة التجارة، قسم للسجل التجاري. ف يعني اللي يدير عملية التسجيل في السجل التجاري عندنا في السعودية جهة إدارة، جهة إدارية، لأن بعض الدول اللي بيدير السجل التجاري هي جهات قضائية. عندنا في المملكة الذي يدير السجل التجاري جهة إدارية اللي هي وزارة التجارة. فالشخص مجرد ما افتتح محله التجاري أو صار عنده وكالة تجارية ومكتسب لصفة التاجر، يجب أن يبادر فورا إلى التسجيل في السجل التجاري. طبعا بجوز في المحاضرات المسجلة وفي هذا اللي ظاهر أمامكم مكتوب أنه رأس مال التاجر الذي يسجل في السجل التجاري رأس ماله يجب أن يكون 100,000 ريال. هذه قديمة تغيرت، يعني تم تعديل نظام السجل التجاري، فأصبح الآن كل تاجر ملزم بالتسجيل في السجل التجاري بغض النظر عن رأس مال هذا التاجر. الدفاتر التجارية لا، الشرط لا زال موجود. التاجر اللي يمسك دفاتر تجارية هو التاجر الذي يعني رأس ماله يزيد على 100,000 ريال. أما فيما يتعلق بالتسجيل في السجل التجاري فلا يشترط رأس مال معين، يسجل التاجر مجرد ما اكتسب صفة التاجر وخلال 30 يوم من تاريخ افتتاح محله التجاري أو افتتاح وكالته التجارية. ما البيانات التي تسجل في السجل التجاري؟ النظام ينص على مجموعة من البيانات يجب أن يوفرها التاجر حتى يسجل في السجل التجاري، والهدف من هذه البيانات اللي هو معلومات عن التاجر، حتى يعني وزارة التجارة تعرف معلومات عنه وتتابعه في ممارسته لأعماله يعني التجارية. ايش بيفيدنا السجل التجاري؟ طبعا في اجراءات للتسجيل في السجل التجاري، مجموعه اوراق مستندات تطلب منه، طلب بقدمه، الان بجوز طلبات الكترونيه. اذا وجدوا انه شروطه مكتمله بيسجلوه في السجل التجاري، وجدوا انه شروطه مش مكتمله ما بيسجلوه الا ان تكتمل يعني الشروط. ثم بعد ذلك يتم تسجيله. اذا رفض تسجيل التاجر فيمكن ان يتظلم من قرار الرفض لدى الوزير، واذا رفض تظلمه يمكن أن يطعن في قرار الرفض لدى المحاكم الإدارية. من وظائف، في هناك حالات يعني يلغى فيها تسجيل التاجر، هناك حالات يلغى فيها تسجيل التاجر. من الحالات التي يلغى فيها تسجيل التاجر إذا التاجر ترك التجارة بصورة نهائية، اعتزل التجارة، هذه من الحالات التي يلغى فيها تسجيل التاجر. أيضا حالة وفاة التاجر، إذا التاجر توفاه الله عز وجل فعلى ورثته أن يبادروا إلى طلب شطب اسمه من السجل التجاري. أيضا إذا انتهاء تصفية الشركة أو قررت المحكمة يعني إلغاء السجل التجاري للتاجر، تعتبر هذه من الأسباب التي ينقضي أو ينتهي فيها السجل أو يمحى قيد التاجر من السجل التجاري. السجل التجاري يا شباب له فوائد، من فوائده أنه بيعطينا معلومات إحصائية. من خلال السجل التجاري نستطيع أن نجمع معلومات إحصائية عن التجار. من خلال السجل التجاري ممكن أنه يعطينا معلومات استعلامية عن التجار. ومن خلال السجل التجاري ممكن أو هو أداة لشهر تصرفات التاجر، يعني التاجر لما يقوم بأي أعمال تجارية أو بأي أعمال متعلقة بتجارته مثلا فلابد أن تسجل في السجل التجاري. أيضا إذا اتخذ بحق التاجر أحكام قضائية قد تؤثر عليه برضه تسجل، يعني أحكام تجارية متعلقة بتجارته بأموره المالية تسجل أيضا في السجل التجاري. طبعا السجل التجاري لا يكفي التسجيل فيه لمرة واحدة، يعني مش أول ما بمارس العمل التجاري، من أول ما أمارس العمل التجاري أذهب للتسجيل في السجل التجاري وبعد ذلك لا أراجع وزارة التجارة، لا، التسجيل في السجل التجاري يبقى مستمرا، وأي تعديلات تطرأ على التاجر لابد أن يبادر التاجر لتسجيلها في السجل التجاري، يعني لا يقتصر التسجيل على التسجيل أول مرة، إذ أن أي تحديث على حالة التاجر التجارية لابد أن يسجل أيضا في
السجل التجاري. النقطة الأخرى اللي هي من الواجبات على التاجر الامتناع عن المنافسة غير المشروعة. كما تعلمون فإن التجارة تقوم على المنافسة، التجارة تقوم على المنافسة، لكن المنافسة الشريفة المشروعة اللي تتم بين أفراد المهنة الواحدة. التاجر يجب عليه أن يمتنع عن منافسة غيره من التجار منافسة غير مشروعة. مثل إيش ممكن تكون أفعال المنافسة غير المشروعة؟ مثل الغش مثلا، مثل تقليد العلامات التجارية، مثل تزوير بلد المنشأ، مثل إغراء تجار أو إغراء موظفي تاجر معين حتى يتركوه إضرارا به وبتجارته. فأي أفعال يقوم بها التاجر تناقض وتنافي أصول وأعراف ممارسة مهنة التجارة، وتحدث هذه المسائل ضررا لغيره من التجار، فيعتبر أنه قد نافسهم منافسة غير مشروعة. المنافسة غير المشروعة ما الأثر الذي يترتب عليها؟ يترتب على المنافسة غير المشروعة أثر متمثل برفع الدعوى اللي تحكم فيها المحكمة بإلغاء أفعال المنافسة والتعويض عن الفترة السابقة التي كانت فيها العلامة مقلدة. الشرط الأخير من أو الواجب الأخير على التاجر اللي هو خضوع التاجر لنظام الإفلاس. نظام الإفلاس هو نظام أوجده المنظم بهدف معالجة الاضطراب أو ضاع الاضطراب المالي لبعض الأشخاص ومنهم التجار، وأصلهم وأساسهم التجار. فالتاجر إذا أثناء ممارسته لعمل التجاري صار عنده اضطراب في أموره المالية، فنظام الإفلاس يطبق عليه لحل هذا الاضطراب في أموره المالية. طيب هل هذا لا يطبق على إلا على التاجر؟ نعم، نظام الإفلاس الأصل أنه خاص بالتجار، لكن نظام الإفلاس السعودي الأخير يعني طبق نظام الإفلاس على أشخاص غير التجار، لكن في الأصل نظام الإفلاس هو لا يطبق إلا على التجار. بالإضافة لهذه الالتزامات التاجر عليه واجب آخر متمثل فإذا قلنا أنه المنافسة غير المشروعة وخضوع التاجر للنظام يعني الإفلاس. بالإضافة لهذه الواجبات التاجر عليه واجب آخر متمثل في التسجيل في الغرف التجارية والصناعية. في عندنا في المملكة العربية السعودية في كل مدينة في غرفة صناعة وغرفة تجارة، فكل تاجر أو كل شخص بيعمل في هذين المجالين بحسب مجاله ونشاطه بيسجل، إن كان تاجر بيسجل بغرفة تجارة، وإن كان صانع بيسجل في غرفة الصناعة. غرفة التجارة أو غرفة الصناعة إيش بتقدم هذه أو ما الفائدة التي تعود على التاجر من التسجيل فيها؟ غرف الصناعة والتجارة هي يعني هيئات شبه حكومية وتهدف إلى مساعدة التجار أو الصناع على أداء مهنهم أو القيام بأعمالهم على أكمل وجه. فمثلاً بيعملوهم ورش عمل، بيعملوهم دورات، بيبلغوهم بالأنظمة اللي بتطلع جديد، بيفتحوا لهم آفاق التعاون بين التجار المحليين والتجار يعني خارج المملكة العربية السعودية. هذا يا شباب بالنسبة للتاجر وشروط اكتساب صفة التاجر والآثار شروط اكتساب صفة التاجر والالتزامات التي على التاجر، الالتزامات اللي على التاجر. إذن التزامات التاجر مثل ما شفنا اللي هو الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري، الالتزام بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة وخضوع التاجر لنظام الإفلاس، وأيضا تسجيل التاجر في الغرف التجارية والغرف الصناعية. في عندك سؤال يا رامي؟ هذا ما يتعلق تمام، هذا ما يتعلق بالتاجر والتزاماته. الموضوع الآخر الذي نريد أن نبدأ فيه اللي هو شركة أو شركة، عقد الشركة أو الشركة، لأنه كما قلت أنا قبل قليل أنه التاجر الذي يكتسب صفة التاجر هو إما تاجر شخص طبيعي إنسان، وإما هي شركة، إما هي شخص
معنوي. فنريد أن ندرس الشركات ونطلع عليها ونطلع على أحكامها. النظام السعودي عرف الشركة، قال هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم مال أو عمل كحصة لهم في رأس مال الشركة واقتسام ما ينشأ عنه من ربح وخسارة. فعقد الشركة، عقد الشركة هو عقد ابتداء، يعني قرر النظام أن عقد الشركة عبارة عن عقد. طيب عقد بين من ومن؟ بين شخصان على الأقل. طب على الأكثر كم؟ ما فيش حد أعلى إلا بس الشركة ذات المسؤولية المحدودة اللي وضع لها النظام، يعني حد أعلى بخمسين شريك، لكن بقية أنواع الشركات النظام لم يحدد لها حدا أعلى، فيستوي أن يكون الشركاء فيها من اثنين إلى ما لا نهاية. طيب هؤلاء الذين اتفقا في عقد الشركة على ماذا اتفقا؟ اتفقا على أن يقدم كل منهم حصة، يأتينا بحصة إما مبلغ مالي أو مبلغ عيني أو أي شيء على ما سنرى بعد قليل، فيقدم لنا مبلغ أو حصة له في رأس مال هذه الشركة عشان الحصة التي يقدمها نهدف منها أو نهدف من هذه الحصص أو يهدف الشركاء آسف من هذه الحصص إلى استثمارها في مشروع الشركة ونشاطها، لأن الشركة كما تعلمون يعني هي تؤسس لممارسة نشاط معين، تجارة، استيراد، بيع سيارات، تطوير عقاري، فتؤسس الشركة لغرض معين. هذه رأس المال اللي دفعناه يستثمر في هذا الغرض، ولأن هدف الشركاء من تأسيس الشركة الأرباح والخسائر، فعقد الشركة يجب أن يتضمن آلية اقتسام الأرباح والخسائر. النظام الشركات طبعا في نظام، يعني راح تسمعوا النظام الجديد، النظام الجديد طبعا هو نظام جديد لأنه هو صدر سنة 1437 كإعادة هيكلة للشركات في المملكة العربية السعودية ومواكبة آخر الممارسات وأفضل الممارسات في إنشاء الشركات وأنواع الشركات. في هذا النظام سمح النظام بإنشاء شركة مكونة من شريك واحد، يعني صح إحنا بنقول أنه عقد الشركة يتكون من شريكين اثنين كحد أدنى، لكن استثناء النظام سمح بتأسيس وتكوين شركة مكونة من شريك واحد، سواء كانت مملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو تملك للأشخاص. يعني الآن كشخص، أنا شخص واحد، يمكن أني أسس شركة مكونة مني لوحدي، بس طبعا إذا كانت الشركة شركة شخص واحد يعني مكونة من شريك واحد، فالنظام اشترط أن لا يقل رأس مالها عن 5 مليون ريال. طبعا ليش جابوا لنا شركة شخص واحد؟ لماذا تم النص على شركة شخص واحد؟ قال لك لأنه عشان تحد من الشركات الوهمية، لأنه أحيانا بعض الشركات كانت تكون شركات وهمية. كيف شركات وهمية؟ يعني هي في ظاهرها شركة لكنها في حقيقتها مؤسسة، فيأتي شخص ويؤسس شركة مكونة من شريكين، شريك يملك 99% من الحصص وشريك يملك 1%، فكان هذا نوع من أنواع يعني التحايل على تعدد الشركاء في الشركات. أيضا وجود شركة شخص واحد يشجع الاستثمار، لأن بعض المستثمرين ما بيحب يدخل في شركات بهدف تنفيذ استثماراته. طبعا إجراءاتها تأسيسها بتكون أسهل من إجراءات تأسيس الشركات الأخرى، لأنه ما فيها إلا شريك واحد، فبالتالي سهل إن نأسسها ونديرها. فأيضا من ميزات الشركة، شركة شخص واحد، المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، وتنقضي هذا النوع من الشركات ينقضي بالأسباب العامة لانقضاء الشركة التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله لاحقا. طيب السلبيات شركة شخص واحد، إيش سلبياتها؟ سلبيات شركة شخص واحد إنها تتعارض مع فكرة العقد، لأنه إحنا عرفنا الشركة بأنها عقد، صح؟ طيب العقد يفترض وجود شخصين،
طيب انت بتقول لي العقد ويفترض وجود شخصين، وبنفس الوقت انت يعني عندك شخص واحد مؤسس شركة، فبيقولوا انها يعني تناقض فكرة العقد. ايضا بيقولوا انه قد يستغلها بعض الناس للتهرب من تنفيذ الالتزامات، لانه عندما تكون شركة مكونة من شريك واحد فالضمان العام للدائنين يكون فقط موجودات الشركة، فالشخص اللي بيأسس شركة شخص واحد فقد يستغل هذه الشركة يعني عدم تسديد الواجبات أو الالتزامات المطلوبة منه. أيضا النظام ألزم من يريد أن يؤسس شركة مكونة من شريك واحد، ألزم أن لا يقل رأس مالها عن 5 مليون ريال. طيب أنواع الشركات أو تقسيمات الشركات، الشركات لها تقسيمات عديدة. من تقسيمات الشركات أنها تقسم إلى شركات تجارية وشركات غير تجارية، شركات تجارية وشركات غير تجارية. الشركات التجارية هي الشركة المكتسبة صفة التاجر، وكيف تكتسب الشركة صفة التاجر؟ الشركة تكتسب صفة التاجر إذا كان غرضها أو موضوعها تجاريا، إيش يعني غرضها أو موضوعها تجاريا؟ يعني النشاط الذي أسست الشركة من أجل ممارسته. فإذا أسست الشركة لممارسة نشاط تجاري فهي شركة تجارية. إذا كانت شركة تجارية عليها ما على التجار من واجبات، ولها ما للتجار من حقوق. طيب إذا كان غرض الشركة ليس عملا تجاريا، كأن تكون شركة بين محاسبين مثلا، أو شركة بين محامين، أو شركة زراعية، هل هذه تعد تاجر؟ لا، لأن هذه النشاطات لا تعد نشاطات تجارية، فبالتالي حتى لو أسسنا شركة منهم لا تعد الشركة اللي أسسناها شركة يعني تجارية، فتعد شركة غير تجارية. الشركة غير التجارية لا يطبق عليها النظام التجاري، لا تكتسب صفة التاجر ولا يطبق عليها النظام التجاري. عندنا تقسيم آخر من تقسيمات الشركات، بقسموها إلى شركات أشخاص وشركات أموال. هذا التقسيم مرده ثقة المتعاملين مع الشركة. فإذا كانت الشركة يعني تأخذ ثقة المتعاملين معها من الشركاء المكونين لها، فبقولوا أن هذه هي شركة قائمة على الاعتبار الشخصي للشركاء، فهي شركة أشخاص. وأما إذا كانت الشركة تستمد ثقة المتعاملين معها من مركزها المالي فهي شركة أموال. هذا التقسيم بإيش بيفيدني؟ بيفيدني في فهم المواد القانونية أو المواد النظامية لكل نوع من أنواع الشركات. فالشركات الأشخاص عندما تم صياغة النظام، المواد النظامية المتعلقة فيها، نجد أن النظام ركز على الأشخاص، عددهم، صفتهم، ما يتأثر به وكيف يؤثر بالشركة، ما تتأثر به الشركة وكيف يؤثر بالشركاء. ولم يذكر النظام فيما يتعلق بهذا النوع من الشركات، لم يذكر النظام لا من قريب ولا من بعيد ما يتعلق برأس المال والحد الأدنى لرأس المال، بل أكثر من ذلك، أنه النظام يعني أحاط تداول أو التنازل عن رأس المال بإجراءات يعني مختلفة، أو إجراءات يعني مختلفة عن شركات المساهمة. أما شركات الأموال فعندما تحدث عنها النظام فنجد ركز على تقوية وتمتين المركز المالي دون أن، طبعا ما أغفل هو الشركاء، لازم يكون في شركاء، لكن ما ركز عليهم كأشخاص، ركز عليهم كحصص وعن ما يمكن أن يكون لهم كحقوق وواجبات في الشركة. فنجد أن النظام مثلا حدد حد أدنى الشركة المساهمة، حدد لها النظام حد أدنى متمثل ب500 ألف ريال. أشكال الشركات اللي نص عليها النظام السعودي، نص على خمسة أنواع من الشركات. الشركة الأولى اللي هي شركة تضامن، ثم شركة توصية البسيطة، ثم شركة المحاصة، ثم المساهمة، ثم ذات المسؤولية المحدودة. طبعا النظام ما قسم شركات أشخاص وشركات أموال أو شركات تجارية وشركات غير تجارية، إنما هو نص على أنواع الشركات، ونصه على أنواع الشركات
يعني هو بذكر هذه الأنواع وبذكر التفاصيل المتعلقة بهذا النوع. إحنا كباحثين في القانون أو كقانونيين بنقسم الشركات بتقسيم آخر، اللي هو تقسيمها إلى شركات أشخاص وشركات أموال، وزي ما قلنا لكم مرد وأساس هذا التقسيم اللي هو ثقة المتعاملين مع هذه الشركة. فثقة المتعاملين إذا كانت مبنية على سمعة الشركاء الموجودين في الشركة فهي شركة أشخاص، أما إذا كانت مبنية على المركز المالي للشركة فهي شركة أموال. شركات الأشخاص هي شركة تضامن توصية البسيطة المحاصة، أما شركات الأموال فهي شركة المساهمة، وفي عندنا شركة ذات مسؤولية محدودة، مرة بيحكوا عنها شركة أموال، مرة بيحكوا عنها إنها شركة يعني مختلطة. إيش يعني مختلطة؟ يعني تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص. هذا ما يتعلق في مقدمة عن الشركات. المرة الجاية إن شاء الله نتحدث في النظرية العامة لعقد الشركة. التزم يا رامي، التزم بالمحاضرات، حتى لو إحنا شرحنا أشياء إضافية فهي من باب التوسع ومن باب يعني إيصال المعلومة. بالنسبة للاختبارات وبالنسبة للأسئلة أنتم ملزمون في المحاضرات المسجلة فقط، أي شيء خارج المحاضرات المسجلة مش مطلوب منكم في الاختبار. في أي سؤال؟ الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.